النص المليان مع ماهر قدورة. أنا بدي أقولكم قصة الأجهزة داخل جسم الإنسان. لما إجوا كل الأجهزة اتفقت على الجهاز الهضمي وخصوصا على المعدة إنه ليش بتاخد كل الأكل وكل الشغلات الزاكية وهم بياخدوهاش، فاتفقوا إنهم يضربوا. أضربوا فبطلت الجهاز العصبي والجهاز الدماغي والفكري وكل الأمور هاي، بطل يقدر يشتغل وبطل يقدر يفوت أكل على المعدة، بطل يروح غذاء خلال الدم على الأجهزة الأخرى، ضعفت وقربت تموت. ياه، يعني معقول الناس تفهمش شو أدوارها وكيف إنه لما يكون في فريق كل واحد إله دور معين ونجاح نجاح الفريق كامل؟ زي جسم الإنسان كل واحد إله دور، وهذا نص المليان اليوم.